الصراحة أنا كنت مستهين بالموضوع، متوقع أنه شيء بسيط، ما كنت أتوقع أن أثره لهالدرجة، وأنه فعلا شيء لازم على قولتهم نوعي الناس عنه. قبل لا أتكلم في الموضوع عشان توصل لكم المعلومة بشكل دقيق جدا، أبسوي الفعل قدامكم وأنتم بتعرفون إشارة. فارس ممكن تجي المكتب شوي؟ ممكن تجي المكتب شوي؟ أبغاك شوي بس، أبغاك تغمض عيونك بس. ما شاء الله تبارك الله، وش ذي الإضاءة الحلوة؟ قوي أكيد، ما شاء الله تبارك الله حلوة فعلا. محليتك ترى يشحن الجوال يا زلمة. طيب غمض عيونك، غمض عيونك شوي. لا غمض زين. ها غمض يلا. ها والله مغمض، والله مغمض بس خلاص. لا ان شاء الله فارس تعرفني انا ما يحتاج ان شاء الله. حركات وش حركات ايش؟ تخاف من الضب؟ لا 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 ان شاء الله ما عليك، بسم الله. طبعا قبل اتفتح اعتذر، المفروض انه يصير مغلف وبشكل جميل، لكن الوقت هذا في الصباح في شيء. اسمعني بس، للاسف في الوقت هذا في الصباح مسكر كل شيء، المحلات مسكره، فقلت اجيب لك كذا ان شاء الله انه يمشي حلو ان شاء الله يعجبني اذا هو ما يخوف. طيب اصبر دقيقه. فارس ما نظرت اكيد؟ والله ما نظرت. طيب يلا فتح عيونك وشوف اللي قدامك. فتح عيونك. اي يلا. شفت شلون؟ ما شاء الله. احنا هذا يصير بالمطبخ؟ كيف المطبخ؟ ولا يصير بالمكتب؟ لا هذا يصير تشرب فيه متى ما. الان بتكلم عن الموضوع المهم اللي قلت لازم اوعي الناس عنه، الا وهو رفقا بمن يحبونكم. انا قبل فتره رحت لابها قرابه العشر ايام وفارس جالس في الرياض، فانا ادري ان فارس مسكين مره يحبني ومشتاق لي، يعني اشغلني ودي انا. ها اقول لك شيء صدق، ايه؟ من احلى ايام حياتي منك رحت ابها. طيب خلونا نرجع لموضوعنا. تدري ليش؟ دقيقه. ها يعني ادري انك بتجيب لي هديه. الله صدق مو بهذا المغزى من الموضوع. طيب فلازم ان الناس هذولي اللي يحبونكم انكم تحاولون تعوضونهم باشياء يعني تخفف عليهم مشاعرهم القويه وكذا. فانا قلت اليوم بجيب هذه الهديه لفارس فيها صورتي، فكل ما قام الصبح يبغى يشرب مويه قهوه شاهي يصير عنده هذا الكوب يقدر يشرب فيه حتى لو ما كنت عنده، فيخف الحب. فارس قاعد تسوي ها؟ دقيقة ليه؟ اوف والله بخليه بدقيقة. خليه بيصير احلى. تخلي الكوب يصير احلى؟ فارس ليش؟ طيب ليش؟ ليش؟ علشان يعني ما اطفش منك. عرفت؟ حلو. يعني اسوي كذا ورد. حلو. طيب يا جماعه اهم شيء انكم فهمتوا الفكره من الموضوع، قد يكون مثال بيني وبين فارس خطا، لكن اهم شيء الفكره وصلت لكم. فرفقا بمن يحبونه. خلاص الشاي حقك ولا للحين فيه؟ للحين فيه الشاي؟ للحين فيه. دقيقه جل. انا عارف ايش اسوي. لا 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 لو سمحت لو سمحت فارس لو سمحت اغسل الكوب. يلا بغسله. الله يلا حط الشاهي فيه لو سمحت. ولا نحطه؟ انا حطها عشان يصير حلو بعد زياده. طب غسلته زين؟ اي غسلته زين. عاد شلوب والنظافه مره حلوه. اقول يلا صدق والله هذا قصدي يعني. ايوه شو كيف؟ خلي بكره. خلي بكره ليش؟ جو الشباب. لا 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 يلا 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 حطه حطه بسم الله. خير والله. اليوم بيصير احلى اجتماع. يا حظك ما راح اركز. اي لا الله الله ينعم عليك حبيبنا. بسم الله ما شاء الله. لا لا بسرعه بسرعه بسرعه. ايش احبها بعد؟ صدق تدري انك بتروق على الاجتماع. لا تدري وش هو؟ قلت له يخلي الشاي بدون سكر عشان ما يصير كثير سكر. اي خلاص يكفي هذا، يخليه حالي محلي طبيعي.